السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اضيف مكتبة ماتيريال للريفت؟ هروح لمانج واقول له ماتيريالز، هتظهر لي الشاشة ديت اللي هي ماتيريال براوزر اللي انا اقدر اختار منها اي ماتيريال. ولو انا شغال برسم فلور او حائط اقدر ادخل اي ماتيريال منهم. طيب هاجي على الشاشة ديت اللي هي الليبراري بانل، فهتبدأ تظهر لي بالشكل دوت. طيب انا عايز اضيف مكتبة هنا، فهاجي هنا اقول له open existing library واختار بأي حاجة تكون ابتداء A D S K L I B. تمام، على سبيل المثال اختار مثلا ديت انفنتور وقول اوبن، هتبدأ تظهر لي المكتبة بالشكل دوت. دي مكتبة حاجات مش موجودة هنا اصلا، يعني مثلا لو كتبنا ووتر ممكن نلاقيها ممكن لأ. تمام، مثلا مش موجودة في المكتبة الرئيسية بس موجودة هنا. اقدر اعمل سيلكت هنا واقول له اضيفها لي للماتيريال اللي موجوده هنا او طلعها لي هنا، فتبدا تظهر واقدر استخدمها في الشغل بتاعي. فانا كده قدرت اضيف ماتيريال معينه واخليها تبقى موجوده في قلب الماتيريال اللي انا اقدر استخدمها في المشروع بتاعي.